السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال الإعجاب ديالكم. الوصفة ديالنا اليوم كيكة الحليب التركية أو ما تسمى بتريلي تشيكيكا. أكثر ما يقال عنها أنها رائعة، كتجي خفيفة وطبعة ومسقية مزيان ودغيا كتوجد. خليكم معايا حتى لنهاية الفيديو. هنا بالنسبة للكيك كتعتمدوا أي كيك نتاع الفاني، شي كيك ديال الفاني كينجح معاكم هو اللي يديروه. كيجي نوع الكيك كيجي بحال اللي طارت الصغار، ماشي الكيك اللي كيجي عالي. هنا في هذه الكيكه هذه درت جوج بيضات، جوج ساشيه ديال الفاني، وغادي ندير 12 من الحاجه، يعني 12 معلقه سنيده، 12 معلقه ديال الحليب، و12 معلقه ديال الزيت. اللي عنده بغى يديرها في المول الصغير كيدير غير 6 6 6 وكيدير بيضه واحده. هاد الكيك انا معتمداها ملي كنبغي ندير شي كيك هكذا اللي كيجي خفيف، سواء كندير فوقه الكريم باتيسيير والبنان او لا. هاد الطريقه هادي كيجي زوين، يعني ما نديروش شي كيك اللي كيجي عالي بزاف، ما ندوزوش بيضه او لا جوج البيضات. صافي، وغادي نكتب لكم ان شاء الله المقادير تحت الفيديو باش هكذا اللي بغى يرجع للوصفه مضبوطه. كندير واحد القبيصه ديال الملح ضروري، و12 معلقه كذلك ديال الدقيق. هاد المكونات هادو، هذا هو القياس ديالهم، يعني مكونات مضبوطه. وكنديرهم يا اما في الخلاط الكهربائي او لا هنا درتهم في الميكسور هكذا، او لا ديروهم في غير دربوهم غير باليد عادي، يعني بطريقه سهله. غير الا دربتوهم باليد كديروا الحليب كيدفى شويه باش السكر دغيا يذوب وما تجيش ديك الكيكه بحال مرمله. صافي، كما كتشوفوا معايا هنا غادي نضربهم واحد التضرب خفيف حتى ينسجموا. كما شفتوا معايا انا درت كلشي دقه واحده، درت الدقيق ودرت كلشي دقه واحده، يعني كلشي المكونات درتهم دقه واحده وكنضرب. صافي، راه ديرهم غير في مولينكس دغيا دغيا كيتضربوا. وكنديرهم في واحد المول اللي كندهنوه بشويه ديال الزيت، بغيتو تدهنوه بالزبده والدقيق يمكن ليكم. فهاد الكيكه هذه ما يحتاج حيت ما تش نقلعوها من المول ديالها، وزيد كتسقى، يعني راه ما كتلصق ما حتى شي حاجه. وكل واحد يعني المول اللي عنده يكون يعني ضامن انه المول ما كيلصقش. صافي، راه غير شيشه ديال الزيت. صافي، انا كيما شفتوا غادي ندير واحد الرشيشه ديال الزيت قليله، وغادي نمسحها عاد بواحد البابي هكذا باش ندوزها على الجناب. صافي، باش ما يبقاش داك الفائض ديال الزيت بزاف. وكنخوي الكيكه ديالي وكنديرها في الفران، كطيب على درجه حراره 180 درجه، كنشعل عليها من التحت حتى كطلع هكذا شويه، وكنشعل عليها من الفوق. كما قلت لكم هذا الكيك ماشي بالضروري يجي عالي بزاف. وهنايا كناخذ واحد الكاس ديال الكريم شونتي او لا اي كريمه بغيتو ديرو، يا اما الغبره او لا هذه الكريم شونتي، الكريمه السائله كنضربها حتى كطلع شونتي بحال هكذا. وكنخليها على جنب، غادي نديرها في التزيين. هنا من بعد ما خرجت الكيكه ديالي كنخليها تبرد تماما، والكيك الا بغيتوه ما ي... يعني ما يهبطش خليوه في الفران. ملي كتطفيو عليه نفسو عليه الفران شويه وخليوه في ديك حراره الفران باش ما كيهبطش الكيك ديالنا. وهنا كناخد داك السيترو د الحليب اللي حيت منه ديك 12 معلقه، هو اللي كنخويه كله فوق الكيكه وهي بارده. وكندير من فوقها الكريم شانتي، كندير هكذا من الفوق حتى كندير واحد الكميه اللي كثيره، وكنحاول هكذا نبسطها. هنا بالنسبه للتزيين غادي نزينها بهاد الخطوط ديال الكراميل اللي ديجا شاركته معكم في القناه، ونديرو على شكل ملفاي، يعني داك التزيين ديال الملفاي كيعطي هذاك المنظر هكذا زوين. وصافي، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. صافي، هاد الكيكه شحال ما بردت مزيان، شحال ما داك الحليب الوسط اللي سقينا به شحال ما برد كيكون احسن، يعني كيجي لذيذ بزاف. وشحال ما بغيتو تسقيوها غير سقيوها، يعني تسقيوها حتى بنص سيترو د الحليب، راها كتجي زوينه وكتشرب داك الحليب كله. وهذا هو الميزه في هاد الكيكه هذه، يعني ما تجيش معجنه، بالعكس كتجي بحال شكل الجينواز، كتشرب الحليب وكتجي لذيذه بزاف كما كتشوفوا معايا، كتجي خفيفه. داك الكراميل كيهبط حتى هو هكذا لداخل وسط الكيكه، وكذلك داك المذاق ديال الحليب كيعطي واحد لوكو رائع. بالنسبه للحليب الا بغيتو تنكهوه بشي نكهه، يعني تزيدوا عليه شويه الفاني والسكر الا بغيتو يجي حلو، راه يمكن لكم. صافي، هذه هي هنا وصلنا لنهايه الفيديو ديال الكيكه اللي شاركت معكم اليوم. ما تبخلوش عليا باللايك والتعاليق الزينه.
وكنضرب لكم موعد إن شاء الله مع فيديو قادم. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.